بحث مكتب النساء البرلمانيات في الاتحاد البرلماني الدولي خلال اجتماعه اليوم جدول أعمال اجتماعه المقبل والذي سينعقد في مملكة البحرين ضمن اجتماعات الجمعية العامة السادسة والأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي نعم وشاركت سعادة السيدة هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى النائب الأول لرئيسة رئيسة مكتب النساء البرلمانيات في الاجتماع حيث وجهت الدعوة لمكتب النساء البرلمانيات لحضور الاجتماعات المقبلة للجمعية العامة للاتحاد في مملكة البحرين مؤكدة الحرص والاهتمام الكبيرين على انجاح اعمال الجمعيه والاجتماعات المصاحبه